هتكلم لكم عن التغذية عموما والتغذية الصح. يعني أي إنسان عنده نظام غذائي ايديل المفروض يكون ماشي فيه. الأغذية عموما بتتكون من يعني كربوهيدرات، بروتينات، دهون، فيتامينز، مينيرالز. دي الاحتياجات اليومية بتاعتنا. اذا نحنا مشينا في التراك الصح، اكلنا صح، شربنا صح، الكميه الـ الـ الكميه الـ 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 المحتاج لها الجسم من المغذيات الصح ومن السوائل الصح، نحن ممكن نكون بعدنا عن معظم الامراض وزدنا مناعه الجسم وقدرنا قاومنا الامراض والاوبئه والحاجات اللي بتحاصرنا حسي في العالم كلها. كلنا عارفين انه المعدة بيت الداء. اذا احنا اكلنا صح، اذا جسمنا صح وصحتنا كلها تمام. في حاجات نتفق عليها انه معظم الامراض ممكن احنا نعمل عليها كنترول بالغذاء الصح. مريض الضغط عنده حاجات معينة مفروض يتفاداها ومفروض يبعد عنها تماما. مريض السكري نفس الـ يعني عنده نظام غذائي بيتبعه، فيه كمية معينة ونوع معين من النشويات، فيه مواعيد الوجبات، كميتها. نفس الحكاية الأمراض المزمنة الثانية زي ما قلنا، الحساسيات، عدم الهضم، سوء التغذية بأنواعه، نقص المغذيات، سوء التغذية إذا كان نحافة أو بدانة، ودي هي أمراض العصر حاليا. فهي كلها نحن بنبعد منها إذا مشينا بنصائح معينة بنقي جسمنا شر الأمراض. وإذا نحن أصبنا بالأمراض ممكن يعني نخفف الكميات اللي بناخدها من الأدوية إذا نحن أكلنا صح. طيب الجسم محتاج عشان ياخد الطاقة للكربوهيدرات أو النشويات وللسكر وللدهون، محتاج للبروتينات عشان يبني عضلاته، محتاج للفيتامينات ومحتاج للمعادن عشان يزيد المناعة بتاعته. إذا نحنا أخذنا كل نوع من الأنواع دي من المصدر بتاعه الصحي، فنحنا أكيد حنقي نفسنا من كثير من أمراض العصر الحالية. الغذاء زي ما هو ممكن يكون بديل لكثير من الأدوية إذا نحن اتعاملنا معه بطريقة صح، إنه نحن ناخد احتياجاتنا، ما نحوج الجسم لأنه يعني نرهقه، نديه فوق طاقته ولا أقل من الاحتياج بتاعه اليومي. في كثير من الأغذية ممكن تكون علاج لأمراض كثيرة. يعني مثلا الفواكه والخضروات فيها فيتامينات كثيرة ممكن تزيد مناعة الجسم. نزلات البرد بنحتاج لمثلا انه نمد الجسم بسوائل كثيره، نزيد المناعه بفيتامين سي، نزيد بالحاجات الغنيه بالزنك. مثلا الاوميجا 3 في الاسماك وفي التونه وفي زيت كبد الحوت، كويسه للذاكره وكويسه للمناعه. الحمضيات عموما بتزيد المناعه. عسل النحل برضو عنده خصائص كثيرة ضد الالتهاب وللهضم ولأمراض كثيرة. لكن في نفس الوقت الاتجاه للطب البديل وللأعشاب بصورة مفرطة ممكن يدينا نتائج عكسية. يعني دائما الاعتدال في استعماله هو الأحسن. يعني مثلا القرفة معروف عنها إنها ممكن تنقص السكر، في ناس بيحتمدوها إنه بيشربوها بكميات كبيرة لحد ما يحصل لهم هبوط حاد في السكر. فدائما الأحشاب والبدائل اللي قاعدة في البيت تناولها بالكميات المحتدلة ناخد الفائدة بتاعتها ونتجنب إنه تدخلنا في ضرر تاني. النعناع مثلا من الأحشاب المهدئة للمعدة ومن الأحشاب المهدئة حتى للأعصاب. اليانسون ممكن حتى للأطفال للمغص ولا كده. المطبخ السوداني عموما فيه حاجات كثيرة صحية. يعني نحن دائما إذا توجهنا للأكل بتاعنا الصحي البعيد من المواد الحافظة، البعيد من المواد المعدلة وراثيا، فنحن أكيد حنكون في التراك الصح. حبوباتنا زمان العي عندهم أقل لأنهم بعيدين من السكر، بيأكلوا التمر أكثر، الكسرة والعصيدة،
من الحاجات المفيدة وفيها حديد كتير وفيها وبتساعد على الهضم إذا اتعملت بطريقة كويسة. في زي ما قلت لكم الصينية بتاعتنا السودانية ممكن تكون فيها غذاء متوازن، بس نحن دائما في كل وجبة نتأكد إنه ماخدين كل المغذيات الهامة اللي هي زي ما قلنا البروتينات والدهون والنشويات والفيتامينات والمعادن. الحاجة اللي ما بتقل أهمية من ده كله هي الموية. الإنسان لازم يشرب في اليوم من 2 لتر لثلاثة لتر موية في اليوم. أهميتها ما بتقل من الأكل والشراب. مواعيد الوجبات إنه الفطور يكون بدري قبالة الساعة 9، العشاء بدري قبالة الساعة 9 برضو. عندنا 12 ساعة نحاول نشرب فيها سوائل ما ناكل فيها. وجبة الغداء من الوجبات المهمة تكون فيها بروتين كتير لأنه بناخدها بعد إجهاد يوم طويل. إن شاء الله أكون كنت خفيفة ومفيدة، وشكرا لكم.